يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، ويسود ليلا طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة العظمى فيها 27، الصغرى 18، الإسكندرية 26 17، مطروح 27 17، بورسعيد 25 18، الإسماعيلية 27 15. ننتقل للسويس العظمى 27، الصغرى 16، العريش 26 15، طابة 28 16، شرم الشيخ 29 19، والغردقة 29 18. الأقصر 28 14، أسوان 30 15، الوادي الجديد 28 11، شلاتين 28 20، وأخيرا حلايب 27 20. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.